ميدان فريق الخابورة للرماية بولاية الخابورة جسد صورة من صور الحفاظ على أحد الموروثات العمانية التقليدية الأصيلة من خلال مسابقة الرماية السنوية التي شهدت مشاركة واسعة من الرماة سواء على المستوى الفردي أو الفرق في رماية السكتون بمختلف المسافات. 250 رام تنافسوا على رماية إصابة الأهداف، وعشر فرق من مختلف ولايات محافظة شمال الباطنة رسموا صورة معبرة للمنافسة الشريفة وهم يتسابقون على إسقاط الأطباق وإصابة الأهداف بكل دقة، وسط حضور غفير من محبي هذه الرياضة التقليدية العريقة. جاءت هذه المسابقة تجسيدا للموروث العربي الأصيل، واستشهادا بالهدي النبوي الشريف، وتجسيدا للعادات والتقاليد العمانية. عمان غنية بالموروث الجميل الرائع، وإحدى هذه الموروثات هي رياضة الرماية التي جاء تنظيمها على مستوى محافظة شمال الباطنة لهذا العام. تجسيد الموروث العماني الأصيل رسمته أيضا فرق الفنون الشعبية، وهي تطرب الحضور بالفنون العمانية المغناة وبفن العازي، لتحين لحظة التتويج بتكريم الفائزين من الفرق والأفراد الذين استطاعوا خطف ألقاب وجوائز المراكز الأولى لهذه المسابقة، والتي أفرزت رماة سيشكلون إضافة جديدة لرماة مهرة في رياضة الرماية التقليدية بالسكتون. كان الاستعداد مكثف من عندي، وأنا سعيد بهذه المناسبة حصول على المركز الأول في مسابقة السكتون الفردي. نبارك في هذا المشاركة الطيبة ما بين الفرق، والحمد لله حصلنا على المركز الأول بجهود الإدارة وبجهود الشباب. إذن حرص كبير من أبناء ولايات محافظة شمال الباطنة في الحفاظ على الموروث العماني التقليدي الأصيل، وهم يرسمون لوحة معبرة في الحفاظ على الرماية التقليدية بكافة تفاصيلها. عبد الله بن عامر الويهي من ميدان الخابورة للرماية، ولاية الخابورة، محافظة شمال الباطنة.